زي ما انتوا عارفين ان ويه ما بتفوتش مناسبه الا لما تكون موجوده معاكم فيها، واحنا النهارده موجودين في زاد ارينا عشان نعيش اجواء المونديال مع بعض ونشوف توقعات الناس ايه. يلا بينا. بس قبل ما نشوف اللي هيحصل حابب اقول لك ان في 15 مشجع هيسافروا مع ويه يحضروا البطوله في قطر بعد ما فازوا في عرض الشحن. قول لي في كم منتخب في المونديال؟ 32. قول لي الثلاث لعيبه من منتخب السعوديه. دوسري، عبد الله عطيف البلاهي، ياسر القحطاني. بعدين تعرف ياسر القحطاني ده؟ انا كنت ساعتها في ثانويه عامه. ياسر الشهراني. قول كان اسمه ايه؟ دوسري. فهد المولد. حسان تنبكتي. السعوديه تأهلت كم مره للمونديال؟ مرتين. قول لي 10 منتخبات مشاركين في البطوله دلوقتي. بولندا، اسبانيا، برازيل، فرنسا، السعوديه، الارجنتين، تونس، البرتغال، المانيا. قول لي توقعاتك لماتش النهارده. السعوديه تكسب 2-1 للسعوديه. والامنيه ان شاء الله فوز السعوديه. ممكن 1-0. 3-1. المكسيك برضو حلوه. البطوله اللي جايه هتبقى فين؟ مش فاكر. لا، في كندا وفي امريكا. المكسيك، كندا وامريكا. هيبقى في كم منتخب بيتنافس عليها؟ 32 برضو. لا كتير. 40. هيكونوا 42. بحبحها شويه. 40. لا 48. ميسي وينه كسرنا عينه. كسرنا ايه؟ عينه. جدع. ملك ملوك التحليل الكروي على السوشيال ميديا عمر السويفي في السريع. اسالكم كده كام سؤال قبل ما الماتش يبتدي. قول لي ثلاث لعيبه من منتخب السعوديه. سالم الدوسري. الشهري. ومحمد داويس. البطوله الجايه هتبقى في انهي دوله؟ امريكا ومكسيك وكندا. كام فرقه؟ 48 فرقه. 10 منتخبات مشاركين في البطوله السنه دي. ارجنتين، برازيل، فرنسا، قطر. طيب توقعاتكم بسرعه ايه بقى الماتش النهارده؟ بقول 2-1 للسعوديه ان شاء الله. ماشي. 2-0 للسعوديه ان شاء الله. الشوط الاولاني بين السعوديه والمكسيك خلص 0-0، فاحنا كملنا هنا يومنا بقى في زاد ارينا عشان نعرف راي الرجاله في الشوط الاول. والله بصوا انا ماليش في الكوره قوي، بس الصراحه السعوديه اداها عالي. الكوره كانت رايحه جايه، بس عايزين نضغط اكتر. يعني هيخطفوا جول. لا ده كان حلو جدا. والمكسيك لو فضلت كده هتجيب جول. انت ايه رايك اصلا في البطوله؟ اللي عاجبني اصلا المنتخبات العربيه اصلا، يعني الاداء بتاعهم عالي جدا. تشجعوا مين؟ السعوديه. توقعاتك للشوط الثاني؟ ان شاء الله السعوديه تكسب 1-0 للسعوديه. ملك ملوك التحليل على السوشيال ميديا عمر السويفي وفي السريع، عامل ايه؟ ازيك يا عميد؟ اخبارك ايه؟ الاخبار كله كويس؟ كله زي الفل. انت ايه اكتر حاجه عجبك في البطوله دي؟ بطوله عجباني انها مختلفه. انا بقول لك يعني حتى القوانين، انت تشوف 5 تبديلات بدل 3، دي حاجه جديده بالنسبه لنا. القايمه اللي بتبتدي من 26 بدل ما كانت هي 23، فعارف تحس الموضوع مختلف. الفار اللي هو السيمي اوتوميتد اللي بيدي لللاينز مان او حكم الرايه على طول اشارات ان هو الكره دي اوف سايد بسرعه، فقللت من 70 ثانيه لحد 17 ثانيه، فده ماتش سريع. انت فاهم؟ وبتاخد في السريع جدا وبتاخد 90 دقيقه صافي، يعني هو كل حاجه محسوبه. فانت كمشاهد انت مستمتع بالبطوله. الكوره اللي جواها سنسرز، لسه كانت رونالدو بيدخل براسه ما اتحسبتلوش، حصلت لبرونو. دي بتاعتي انا وطلع جرس له. فلا البطوله الصراحه مختلفه والتكنولوجيا اللي فيها، التكنولوجيا انا شايفها مساعده البطوله ان الواحد يبقى قاعد مستمتع. ما تقول لنا على كام ظاهره او كام فاكت كده من اللي شدوا انتباهك في الدور الاول. بص انا مبسوط جدا ان بعد الانتقادات اللي بتيجي لميسي وكريستيانو، الاثنين برضه لسه بيكسروا ارقام. يعني ميسي دلوقتي واحد مسجل اهداف وصنع اسيست في نفس الماتش عشان يبقى اكبر لاعب، هو 35، واصغر لاعب هو عنده 18 سنه بيسجل وبيصنع في نفس البطوله. عندك اسرع جول في البطوله المره دي دقيقه 40 ثانيه لديفيز منتخب كندا. جافي لسه مدخل لاسبانيا هدف برضه عشان يبقى اصغر لاعب لاسبانيا، مدخل وهو عنده 18 سنه. فالبطوله كلها ارقام قياسيه تتكسر. انا متوقع ان شاء الله المغرب هتتاهل ان شاء الله، وتلاعب تتاهل اول ان شاء الله، وتلاعب المانيا الثاني وتطلع المانيا ان شاء الله، تخلص منهم خالص ان شاء الله. ده مين الفرقه اللي انت كنت متوقع لها اداء وبعد كده خزلتك بقى في الملعب؟ كنت لسه بتكلم مع واحد صاحبي في الموضوع ده. يعني بالظبط لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده. استنى اجيبه معانا. ناديه عطوة. يا كابتن عطو. يا رجاله ايه الاخبار؟ ازيك يا عطو؟ عامل ايه؟ كنت لسه انتوا بتقولوا، كان عمر بيقول لي ان انتوا لسه بتتكلموا على فريق، بقول له ان انت كنت متوقع له اداء يعني مميز اكتر من اللي ظهروا بيه ده دلوقتي وخذلك. ومين الفرقه اللي ابهرتك انت ما كنتش متوقع لها اي حاجه يعني؟ المغرب. اشمعنى؟ المغرب بالنسبه لي هي الحصان الاسود، يعني ان هي بلد عربيه ودايما العرب بيبقى نتائجهم وحشه، ودلوقتي هم مرشح الاول ان هم يبقوا المركز الاول. لو كنا احنا طلعنا وتحطينا في المجموعه مكان السنغال مع قطر ومع هولندا ومع الاكوادور، كنا نروح فين بامانه؟ بامانه يعني؟
هنخرج من دور 16 بس كنا هنتأهل. كنا هنتأهل. خلي بالك انت متحطم مع فرق كبيره انت بتطلع حته جواك كده استموات. طيب في السريع كده على رايك يعني تمام وهتقولوا دلوقتي الكلام ده وهنعرضه بقى ان شاء الله في اخر البطوله والكاميرا ما بتنساش كل واحد فيكم يقول لي التوقع بتاعه في المونديال. انا اتوقع ان البرازيل هتروح لحته بعيده خصوصا ان مرة راجع لهم كمان من اول دور. صح انا برضو البرازيل رقم واحد. بس بقى بعد الكلام الحلو ده لو تونس ما كملتش هي والسعوديه فانتم مكملين معانا ان شاء الله كده وهنشوفك تاني يا عم عمر باذن الله وفي السريع كده تطلع لنا بالكلام والاخبار بتاعتك والظواهر والفاكس والحاجات دي. حبيبي ماشي نورتونا. اول يوم لينا في زاد ارينا خلص بس ويوم كامله معاكم لحد اخر البطوله فخليكم تابعينا على صفحاتنا على السوشيال ميديا عشان تتابعوا الاجواء لحظه بلحظه.